ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ تعليق على اسعار سيات وكام حاجه كده. طيب، في منكم شاف ان اسعار سيات نزلت؟ يقول لك البرايس ليست الجديده دي زادت قوي. هما الحقيقه كان البرايس ليست بتاعتهم قديمه قوي، ما حدثوهاش، وكانت واقفه عند باين الابيزا مثلا 900,000. اوكي، ولكن الابيزا في السوق كانت بكام بقى؟ بمليون و700 ويمكن اكتر كمان، واعرف ناس شارينها بمليون و600. تمام، والحقيقه العربيه بالنسبه لي انا ما تساويش اكتر من 500,000، ده تمامها يعني. ولكن اعلنوا سعرها جديد كام؟ 1,350,000. وزي ما انتم عارفين الايام دي اللي حاصل بوضوح ايه؟ ان الاوفر برايس ما بقاش ليه وجود، وكمان المعارض بتعمل عروض على العربيات. اوكي، فيعني لو انت قدامك الابيزا وعايز تشتريها بمليون و350,000، اللي انا شايف ان هو لسه هينزل كمان، معلش مع احترامي الكامل يعني، اشتريها. بس هي في الواقع كده نزلت بتاع 400,000. تخيلوا، موافقكم انها سعرها ما يساويش خالص؟ وانا بالنسبه لي ما يعني نص 500 ل 600,000 ده اخرها معايا. ولكن زي ما انتم شايفين ده يعتبر نزول، لانه المعارض شالت الاوفر برايس خالص. ومش بس كده، دي اول خطوه، هم لسه بس محتاجه تقل الموضوع، محتاج تقل. ف لكن ده نظريا فعلا نزل سعرها ونزله حبه حلوه. طيب، وما تشتريش غير لو انت مزنوق وعايز تشتري وراضي بالسعر ده. اهلا وسهلا، انا بقول انا مازال رايي انها هتنزل لسه، بس اوكي لو انت عايز تشتري اشتري، بس هي معناها كده انها فعليا رخصت عن مكان متاح في السوق. طيب، بالنسبه برضو لازم نتكلم على سعر العمله. زي ما انتم شايفين الجنيه من ساعه لما اتحرر، احنا كده بقالنا اسبوعين بالظبط من يوم 6 اعتقد مارس، يعني بنتكلم في 14 يوم، النهارده ال 20 مارس. زي ما انتم شايفين الجنيه عمال بيجمد، والدولار من ساعه لما اتطرح في البنوك فقد بتاع 3 جنيه من قيمته. يعني كان 50 جنيه النهارده، كان 50 جنيه وشويه اول لما اتطرح، النهارده اقل من 46، يعني خلاص كسر حاجز ال 46 في غالب 80% من البنوك. يعني هقول لكم ماشي، هنحسبها ببساطه، فقد 3 جنيه في الاسبوعين، هقول لكم جنيه ونص في الاسبوع، يعني ممكن نتكلم كمان اسبوعين يبقى فقط كمان 3-4 جنيه، يبقى بنتكلم في 43-42 لو كمل على نفس الوتيره دي اللي هو عمال بينزل بيها بوضوح، لانه زي ما انتم عارفين برضو التدفقات عماله بتهل بتهل بتهل. وكلام كله ايجابي في حته السيوله الدولاريه، وانه اللي عايز يستورد اهلا وسهلا ويستورد وخلاص، دي محلوله. ولكن في لسه برضو ماسكين نفسهم من الاسعار، لكن هيمسكوا لغايه امتى؟ اهو عمال بينزل بينزل، والتوقعات كلها كويسه وايجابيه ان هو ينزل اكتر من كده كمان. هيحصل نقطه هتلاقوا زي مثلا ما كي جي موبيليتي اعلنت ان السانجيو التورز سعرها رخص، هتلاقي الناس كلها ايه هتبتدي كده، بس واحده واحده، هم لسه ايه مصدومين ومش عارفين يعملوا ايه. لكن المؤكد ان سوق العربيات المستعمله نزل جدا. وبرضه بفكركم برضه بالحته بتاعت الدولار الجمركي، الدولار الجمركي بقى متغير، ما بقاش ثابت، يعني هو ابتدى ب 49 جنيه او 50 جنيه، النهارده هو بقى ب 46 جنيه اللي في البنوك. ولسه فانا ما زلت عند رايي احنا لسه ما شفناش اخره الدنيا رايحه فين، ولسه في عناد من التجار والوكلاء. التجار ابتدوا يعني يحسوا بالواقع، الازمه اللي عندهم ان هو ممكن يلبسوا في العربيات دي كلها ويقربوا للسعر اللي هم كانوا جايبينه منها، بقى الحكايه واضحه يعني. ولكن الوكلاء لسه في عناد يعني استنوا عليهم، الوكلاء لازم برضه هيتراجعوا جامد في الاسعار، وده رايي بصراحه. بس كده زي ما انتم شايفين ابتدينا بقرب ال 50 جنيه او اكتر كمان، والنهارده في البنوك بيوم 20 مارس نزل ل 46 جنيه في غالب البنوك. اوكي، استنوا استنوا، احنا لسه في النزول، بس كده ده رايي بصراحه. سلام.